مثلا التصور يعني، بعدين هم كاملين جاو تلساحب ما فيهم قاع احد فهمه الفهم بعد اللي فاهم على به الخطاب. انا ظاهر لي بعلن رئيس الجمهورية اعلنوا عدد الخطابين مهمين، واعلنوا الخطابات الاثنين عدلهم بانيهم على اساس اعلن الحكومة اللي معاه ما فهمته ولا اشتغلت معاه ولا نفذت برنامجه ولا عدل تعهداته وياسر من الأمور الأخرى اللي جعلته يعمل بمقتضى اللي راه شواي ما ينحرق ويديه يلغيها ويعدل الإجرام اللي حكلو لها فمو عدد الخطابات. وحنا بعد توجه السلام لهم خير. الخطاب اللي تكلم فيه عن 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 ذاك الغبن وشخصه، وفعلا ذاك التشخيص وهو اللي كان ظاهر لنا كاملين بعدين فهم شرايح الغبن بفترة معينة من الزمن، فترة السيب اللي كان الغالب يستبيح عرض المغلوب، ولا كانت فم دولة لا كان فمشي، وعلن الدولة من الساعة اللي نهضت ما ما ما, ما نهضت مهمتها وخلاتها بيد واحدين ارتزاقيين يرتزقوا من خلال معاناة الناس ويرفعوا الشرائح هي كالشعار يحاولوا يستغناوا هم به، وعبر الحقب كاملة ما استفادت للشرائح يكون من عند واحد يقوم يعيط يعني اعطاله وزير ولا اعطاله مدير ولا اعطاله اسم الفضاء يسكت، والشرائح بعد ما شرائح بعد ما هو ما راجع عليهم ولا هو وذروا ما هو جايهم. لان خلق ذا الخطاب انا فهمت منه ان الدوله هامها تلعب دورها، وفهمت منه سعداني روايه اخرى، وفهم منه برام روايه اخرى. انا ظاهر لي بعلن الخطاب عاد مباشره تزمت سعداني فمه ويزمت برام فمه، وليت لحد منهم يتكلم باسم الشرائح هي والله يتكلم باسم الشريحه يندار في كاس ينحبس به اللي الدوله قالت عنها هامها تنصف الناس وهامها تدافع عن المعاني والمضامين المدلوله في جنسيتها، على انها تحمي المواطن الموريتاني وتعطي حقوقه كامله. لا قالت له جنسيته على انه حرطاني والله معلم والله زناقي والله لحمي والله، قالت على انه موريتاني تو، وهذا تقد تدافع عنه لا الدوله اللي وقعته، وقعوا الحاكم وقعوا الوالي وقعوا الوزير وقعوا رئيس الجمهوريه وقد دافع عنهم ولا هم يتم مطارسين سيبه لهذه الشرائحيين. لذا سعداني نهارنا لما اخذ خطاب كبير تقول فيها انها شاكره المنسقيات المعلمين في الداخل وفي الخارج وفي كذا وفي كذا، المعلمين ما عندهم منسقيه لا في الداخل لا في الخارج ولا في هذا، وانت تلعبين على الوهم وتحاولين انك تعدي انك لك يا الحزب الجمهوري عندنا كلامنا لجنه قاعديه وعندنا كلام كذا، انت ما معاك حد سوى من هو، حتى الصناع تبرؤوا منك وقالوا لك بعدين لا تكلمين باسم، معناها على انك راك اللي تسوقي للدوله وتقولي لها بعدين ان الصناع انهم عدلوا انهم واسون رابطاتهم راهي في كذا وفي كذا وفي كذا، وتعطي طرح على الغزواني وتقول عنك شاكرتي على كذا ياك تعود مدخل لانك انت هي تدخلي قرن لكن ما تلقى خالق. وبرام اللي قضيته قاع مفضوحه وعادت معروفه تاجر بقضيه الحراطين يعني في كل بنيده، وبنى من هالديار في داكار وبنى من هالديار هون ودار من هالقفافير والنعايل ودار كرافتات وركب في بريمير كلاس وفي سين كيتوال ومشب اهلو معيد معطل بهم شارع اوروبا، وهذا عندي عنه ما تلقى خالق. حرطاني ما يعرف عن برام انه وهم كان 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 وراه نظام داعم وعليه يتم يعدل به الفتنه ويعدل هذا ويعجب العلماء ويقول الخاسر للناس لياك يتم الناس ملتهيه في ذاك، وتم عدلوا دبوس تبط الناس كامل وحامي لياك يتم ذاك النظام مولي واحد في نهب ممتلكات للشعب
وتزوير المسائل كامله. اذا هذا يعطي فهم خطاب الرئيس باعلنوا انه احنا بعد ردنا شويه نروح اللي اعلن ان الدوله عاد تقعد خارجه، واعلن هذا النوع من الشرايحيه اللي ينحاز، لا تلي يتكلم باسم حد، ولا تلي يوقفوا ويطاول على القضاه ويطاول على الشرطه ويلعب دور مره الشرطه ويلعب دور القاضي مره ويلعب دور هذا، ولما اللي وهم ما تالب وسب واحده تقصد منه لان رقاش يتنعت، يا كانوا يعين والله تنعطى له اعطى له امر شيء والله تنعطى له روايه على 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 اكتاف شريحه معينه. ولاني راجع قضية تعريف المعلمين، يعني راجع لتعريف الاحرافيين به اللي كل حد يعرفه، يعرف حد عن المعلم ما يقبل المعلمين صنعه، وحد مولي هامه انه ينفع المعلمين اليوم، والله يتكلم كيف تساعداني، يلا تهذي الميزانيه راك تناقش في البرلمان، تعود قعدت في الجمعيه الوطنيه ودافعت عن التمويل اللي قايس الصناعه التقليديه، وقالت على انه يزاد اضعافا مضاعف، وعلى انه يوجه توجيه صالح، وعلى انه تنعطى ميزانيه كبيره للصناعة التقليدية. يا غير ذاك يا ما يلي تقولوا به اللي ماركته ما هو داخل له داخل الصناعة التقليديين اللي مارسوا المهنة اللي هي متخومية عليه وهامها تم توكل ريعها وتوف. اللي كانت هامها علم ان هي الحق المعلمين يجب روشي تدافع عن مشروعهم اللي شبذوا به ومشات ترفعت هي عنه وحدين معاها ترفعوا عنه وحدين كرماء رفعوا عنه قاسوا 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 روايات اخرين وخلاوهم عاد تلاوا شادين اخبار وهي ما زالت هامها على انها تربح منه وتبيع فيه وتشري. ما اكبر قضيه سعداني ما هي اكبر من قضيه البيار، البيار زاد يامس عدى المهرجان كبير ولا قد ينشاف على حزب قاع سياسي اسوء وشم هو بعلنه يحشد وبعلنه ينعت راسه ويمشي رساله قويه للاحزاب الاخرى بعلنه خالق خاصة فوز هذا الحوار بمعدل اللي واحدين يقولوا على انه فرض وواحدين يقولوا على انه لابد من يعدل، يقد قبال حزب الدولة ينعت على انه يقد قاع صايب على الحوار لانه معاه الشعبية ومعاه الناس ومعاه هذا كامل. يا غير المغالطة ما يفهم. المغالطة فعلا نحن نواجه أزمة اقتصادية قوية، والله أزمة أسعار خطيرة، وعلى أن الحزب اللي هو أكبر الأحزاب وتابع للدولة مشات لي فاطمة مفل تقاتني برواية قالت فيه فوكال افوكال قالت فيه بعلنوا الناس انهم خلال من الايام اللي عدلوا هذا حصلوا 700 مليون من لوقية لياك يحشدوا وهذا بالعاده بصفته هذا الناس يلا تحقق معاهم هاو الناس سراك انت عدي الروايه خلقت لبدا الصيف اذن الناس لصوص انتم باسم الحال هذه مالها جايبه باخره رافد مؤونة الشهر من مارو ما حدكم توقفوا الناس في الشمس وتردوا عليها شي من الحبيري اللي لا طائل من ورائه هذه 700 مليون ما تعدوا قطعوا نهاراتي اللي خلقت لي الازمه حصلتوها وجبتوا بها لهاو المواطنين الهلكاء جبتوا لهم المواد الغذائيه ما حدكم تحشدوهم في المطار وتعدلوا لهم هذا النوع من الروايات تردوا عليهم شمل البلاد اللي انتم ما هو جاد عليكم انتم من نفوسكم ومتناحرين فيما بينكم كتل سياسيه كلكم ضارب الاخر وكلكم نعت علم هو الخالق ومتضايقين فيما بينكم والصبح لين تخلي قطع انتخابات ماكم اللي تحصلوا 1% بيني ما تقدروا تتموا كل نهار تحصلوا فيه 700 مليون حق فحوار خطاب جيد وانحياز للمسحه الاخلاقيه وانحياز للقضايا في الحقيقه الشائكه يناقشوها الموريتانيا المهمه عندهم يا غير هذا ها بصيفته مده تحصل 700 مليون في نهار واحد اللي قد يوكل كاع 700 مليون في البنزين وكلاي السيارات من هو والشراويط ولي 700 مليون اللي انقبضت من رجال الاعمال وانقبضت من الناس اش قايس الحزب شنو بيه اش هامو يعدل فيه وعلاش يجبرها انا قد سمعت من نهارات مولينهم جايين في المواذيب انهم قالوا رجال الاعمال كانوا يعطوهم الشيء انا اعرف بعد حقيقه من غير بعد من قال لي بعلنهم يركتوا الناس فيه. كل رجل اعمال يقبضوا من روايه على سبت عنهم عدن اجتماع واحد هذا العدل صفته هذه العدل تم ماشي به الصفه
رجعنا لورا 20 شوفوا بسم الحال يعودوا كل يوم لين حشدوا فيه الناس تنقبال الملايين من الناس، وهذا التجار عندكم عنهم عاطين فوتهم، واحد يعطي 100 مليون عندكم على انه ما مطالبينها اللي يقبلوها من الشعب الضعيف، اللي يقبلوها من لي كوميسيون لي مارشي، ولا قطعا عنهم ما مزالقين فوتهم، التجار ما يزرقوا فوتهم، ولا ملي واحد يعطي 50 مليون، واحد يعطي 100 مليون، واحد يعطي 150 مليون، يكون حاسين بعلهم اللي حصروا واللي حصروها، لا من ضعاف الناس. هذا عرفت الدولة تعود عارفة له شيء. هذا الناس ما خلاو على روسهم، لا خلاو ماشيين هكذا يتموا يحصلون الناس الفضاء، وتبقى الحكومة الصبح عاجزة عن تقول للتاجر خفض السعر والله عدل السعر، بلي أنا أعطيك 100 مليون، ما تقدر تسميني؟ لا تقدر تقول لي شو اسمه هو شنو هو؟ أنا لين نفوت نعطيك 100 مليون، ما تقدر تقول لي كلمة واحدة؟ ولا تقدر تقول لي طبق اوامر رئيس الجمهوريه ولا عدل كذا، نحن متحكمين فينا التجار بهذه الطريقه اللي معدل اليوم التجار حاكمين زمام الامور هو ثاني، ولا قاعد حد يتكلم معاهم، ولا قاعد حد يعطي يزيدوا السعر كي يبقاو ويجيبوا السموم ويبيعوها. لا لا هذا 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 يعطي يراقب الى ما يراقب كارثه قاع اكبر من كامل عاقب ذاك اللي قالوا انهارات عن السوق، ما هو حق. انا دخلت سوق الرزق وجيت قريب من 10 تجار كلهم سولتوا عن ذا الانخفاض اللي خلق في السعر شنو هو، قال لي ذاك اللي راه تمرد قالوها وحدين ما كونها ولا انا، وشريت انا من نفسي الا بالسعر ذاك زاد الزلوين ذاك اللي ما خالق نوعه، ما لا ما انتقص لا مار ولا 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 دلوير ولا اي ماده اسوه هي شنو هي تدخل في المائدة الموريتانية اليومية، ما نتقص منها إلا خمس وقيات ما نتقص منها، إلا عاد ما زادت كاع عن حالتها، إلا الكذب، إلا المهدئات، معناها على هذا يا عباد الله، ما تقدروا تموت تعيشوا الناس في الوهم، السعر ينزاد يوميا، والسعر الخاص منه، على إني أنا دخلت موديك اللي قال له شارع الرزق، ونقدر نقول لكم على اللي انباع فيه كامل ما فيه ماده واحده صالحه. اللي قال المعلبات كامل ينباع فيهم انتي داتي. واضحه فيه ما يخرس حد البطه ولا يخرس المخله ولا يخرس الزقيبه، ما الحق بيوك هو روايه انتي داتي ذيك هي واضحه. احنا ما نقدر نعود على مرمى ومسمع من الشرطه والحرس والقاضي مده بيع السم، ما قاعد حد يوقف وجوته؟ لا قاعد يقول لا تبيع السم للمواطنين، لا تقتلهم، جبتوا السرطانات للناس. هذا هو اللي مركز الفحص اللي قاله رئيس الجمهوريه انه يعدل، يا رب بعد قاعدين يعدلوا يوخذوا المواد كامله، لان يفوت يعدل يوخذ المواد كامله يفحصها، باللي احنا الداخل عندنا هون كافي القتل للكره الارضيه كامله، كافي لقتلها. احنا ذا اللي ينباع عنا اليوم من السموم داخل لي زيبيسري وداخل حواني الرزق وداخل الباتيك العاديين، ما هو عادي اذا صايب باع كاع في لي كارتي شيك دنواكشوت، خرصوا لي ذا اللي ينباع في لي كارتي بريفريك اللي ما احلاهم رقاش ولا يقرا ما يقراو الماده الوايته شنو هي. نحنا اذا نقولوا اللي كنا ذاك النهار نعيطوا به ونقولوا على انه دورو يخفض لنا الفرينه اللي ينباع به سامه يعدل بها، هم با يعدل بالفرينه الصالحه ويقولون قصناه نقصوه به اللي ما كاع ما نقصوه يا غير هم اللي عاد يبيعوه بروايه ما هي صالحه وتو عاد يجيبوا لنا الفرينه اللي ما ياكلوه ما ياكلها البقر ولا الحمير في البلدان المجاوره يبعدوا لنا احنا بهم بول. وسمع الطبيب والله اثنين قالوا بعد ان هذا ان بولو يعدل في موريتانيا انه قاتل، بعد نهارنا فوكال طبيب ورا اثنين كلهم قال كلهم انذر قالوا على ان هذا مبرور يعدل هون على انه ماده سامه انه قاتله لا حد يتكايس منه، معناها على ان هذا اللي ينباع لنا بالسعر الكبير وندوره يخفض حصلوه لنا بعد كاع حصلوه لنا. احنا انا ماني قايس قضيه هذه الناس اللي تقارننا مع داكار وتقارن مع السنغال وتقارن مع هذا الدول وتقول عندهم قطار وعندهم كذا وعندهم كذا،
أنا القطار السريع ما هو المهم عندي، ونعرف علم ما يقد رئيس يبني قطار سريع في عامين نهائيا، وما قصد اللي تعد عدلهم أموريته الثانية ما عدلهم أموريته الأولى، والإنجازات اللي متبارك معها راك عدلها لهم أموريته الثانية به، اللي أي رئيس هام إصلاح لابد من إعطاله نفس، لا يقد يعدل في سنتين يعدل كل شيء، يا غير مولي أنا قاعد عنده ورق دوري يوقف عنه وتوسم، دوري يوقف عن السم، ما يتم الشعب الموريتاني ينباع بالسم بايعين للتجار ويكافئوا ويندارو على الهيئات، يكافئوا بنعطاو لكم لي مارشي الكبار، يكافئوا بكل شيء سوى وشنو هو، يا ريتهم يعاقبوا ويدخلوا السجن، تنعطى لهم المكافأة، هذا ما هو صالح لا يتواصل، احنا عندنا ما هو التجار، احنا عندنا السم المجرمين اللي ما يخرصوا فينا، ما عندهم اي رحمه، المهم عندهم ربحهم ثاني ما هو مهم ولا قادرهم فيه، المهم عندهم يربحوا هم وياك ولا بقات الناس تموت. محمد قلنا انا ماني مع هذيك الناس اللي تقول ان الرئيس ما تعدلش، احنا يا ريت نعودوا منصفين، يا ريت نعودوا منصفين، الراجل عدل بعد شي قال العيد اليوم وقالوا واحد الاخرين، انا بعد بالنسبه لي ما يقولوا حد مثلا منصف ولا لا يقولوا حد، الراجل عدل شي في الجانب الاجتماعي ما لا تخطئه العين، عدل الذي قالوا التامين الصحي، وعدل ياسر من الاسر اليوم عاد يجبر رواتب من الخزينه العامه لاول مره، وعدل ريتريتي زاد خلاصاتهم، عدل قدر من الخطوات المهمه، ما قدو نقولوا ما قدو نعموا عنها ونقولوا ما عدلش، يا غير قدو نقولوا بعلنوا يا رتو يعدل حكومته خبلت فيه ما خلاتهم اللي عدلش، واعلن هذه النهضه اللي عدل ورك والنهوض الجديد، اعلن متوسمين خير، اعلنوا يقلع عنا هاي الحكومه كامله اللي لا تصلح لشيء، وانا بعد عدل عنها عندي عليها ياسر من المآخذ. للأسف الشديد فيها واحدين كنت أظنهم أعلنهم أكبر من اللي يعودوا يقبضوا شماولهم ولحقتهم أخطر من 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 الناس كامل، للأسف الشديد فما ثلاثة ولا أربعة كنت مرقبهم لحقتهم يتعامل لا بالزبونية، شقلوا هاليهم كاملين وكانوا ياسر من الفضة وبناوا ياسر من الديار وعدوا ياسر من الروايات ما هو صالح لا يتواسل، ويوم ما دور نوخاهم بكوا ذايق دار المخاوف هم كول هاي، ما كنت أظن منهم ذاك، وعلى كل حال أعلنها حكومة فشلت وتوف، فشلت فعلا أنها تعدل شيء، فشلت أنها تعدل شيء، ويجب أعلنها وتوف تراقب، أخطر الخالق اليوم يعاني منه الشعب الموريتاني هو هذه السموم اللي تنباع له، إلا جا بسري شك كبيرة. ليه يجبر بطل من ياور خامر والله معلب خامر والله شمت بسكيت خامر والله ما هو بعد ما هو اللي يدخل اليوم محل في موريتاني ما في شيء انتي ذاتي، هذا الدور انا فتنا قلنا انا للاسف الشديد اذا معاهم ملي اعلن الدوله ما هي ناكرته، ما انا الله قاعد تقول لفوق احنا حكمنا اليوم ودمرنا كذا من طن من المواد الفاسده، هذه المواد الفاسده اللي دمرت اللي فتنا اجبرنا قريب من 100,000 طن ودمرت خلال شهر قلال، هذه 100,000 طن اللي دمرت من المواد الفاسده مقبوضه من عند الواقيج، ما فيهم حد نحبس ولا فيهم حد سائل ولا فيهم حد غرم ولا فيهم حد نقاد شورى المحاكم ولا فيهم حد نزع اشباط، الا ان قال ان احنا يوقف تعدل اسم التياطر يقولوا دمرنا، دمرتوه انتم اجبرتوه عند حد، انتم اجبرتوه عند مده هو ما هو جاي براسه، اجبرتوه عند مده، هاي المده اللي اجبرتوه عندها تبيع السم للبشر، ما يا ريتكم تخلوها انتم تبيع السم للبشر، يا ريتكم تحكموها وتعاقبوها قدام الناس، ياك تدعوا هذو الناس الاخرين اللي يجيبوها وراهم هذاك يبريبارو السفن الجايه الموريتانية، لا من هذا لا من المواد الفاسده بدي يعرفوا عنها، ما احنا هون عندنا مكب للنفايات، لين تعود بلديه في اوروبا مثلا عاد تهم
عندها مواد اللي تزرق فيها الشهر ولا اثنين وفرض عليها تزرق بين الرقابة فهم قوية تلحق فهم تجا وقوف اللي هي يقبلوها ويديروها في لي كونتينر ويجيبوها لنا احنا هم. هي راية مزروقة شهر اوروبا ومبيوعة فينا احنا بيدي احنا هون من الحمير ويقدر ينباع لنا كل شيء. ما عندنا رقابة ما عندنا حد مراقب عنه لا حد مسجل عنه ولا حد ولا وزارة التجارة غائبة ما هي موجودة. وانا بعد ماني شايف على وزارة التجارة بغيابها بلي يعني تقبل جهاز رقابي من 16 رقاج هامك على انه يراقب التريتوار موريتانيا كامل عنده سيارتين. هذا يقدر يراقب السبخة يقدر يراقب عرفات وعاد كل نهار كل شهر موحل تقرير عدلنا وعدلنا وعدلنا وعدلنا. هذه هي السينما حدها معدل جهاز رقابي قوي مراقبة السوق مراقبة اللي فيه اللي يدخلها سابق يعدل سابق يعدل الرقابة الفنية هذه بإنشاء منشأ للفحص سابق يعدلها يعدل بعد قاع الثاني اللي يراقب في الداخل راقب بعد قاع اللي فات دخل عينهم. وقط قلت اقتراح ما زلت لا نقوله بعد نحن القالب نقع بسيط. نحن عندنا 2000 شاب وشابة يشتغلوا في الإنجاد وأمل يخلصوا 100,000 للشهر بدون عقود عقودهم لا 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 متبركة. هذه 2000 رقاش قطع عنها اللي كانت دارت في مؤسسة رقابية قوية نعطات لهذا الرقابة ونقالهم قسموها على الولايات تراقب لكم السوق تم يوميا تجيب لكم تقرير عن المواد اللي موجودة في كل بوتيك لين تعودوا هامكم تراقبوا. هما تخلصوهم ماكم قطعة زايدة من بشري تزيدوا اللابع لكم تعدلوا مؤسسة تعدلوا معاهم عقود صالحة ويزادوا لهم شمل السيارات وكل إدارة شهوية في واحدة من الولايات تعود فيها 150 رقاش ولا 100 رقاش تقسم بين المقاطعات والبلديات وحتى بلديات النائية عادي كانوا بعد قاع عايشين باللبن وعايشين بروايات عادي عادي يدخلوا شهر من المعلبات ما يعرفوها أصلا وزينا عندهم ولا اللي جاهم منها يوكلوا ولا يعرفوا قاع انها تفسد ولا يعرفوا انها تخسر. بالاضافه لعلنا هذا راهو اشار طرفه هذا اشار طرفه ما هو لا في الباتيك ولا في زبسري لي ريستوران اللي فيهم الاجانب هون يبيعون الحمير ويبيعون اللي بقاو يبيعوا بلي ما مراقبين ما جايهم ان كنترولور كل نهار يخرص الماء يدير فيه شنو هو لمن يدير فيه شنو هو اللحم مطحون يطحنوا فيه شي جبروه في جيفه جبروه يطحنوه يطحنوا ديك ميت اللي بقاو يطحنوا تو بيدي ما فهم رقابه صحيه اللي تجيهم تخرص هذا ويلي ساندويش جهدهم كامل معدل باسم اللحم الخاسر. ولي عدل يجينا واحد هون جاي عنده مليون اللي عدل بيه ريستوران جاي بلاش من المعدات وخلال 3 أشهر ولا 4 هو شاري عمارات وشاري فيلاهات وشاري اللي يبقى يشري به اللي تفضلوا دكتور يعقوب تفضلوا سؤالكم من صلت له معنا اعلن هذا اللي ريستوران يبيعوا زاد هو السم يبيعوه بلي ما هم مكونترولين ولا هم مراقبين ولا معروف اللي عدلوا شنو هو. احنا المتحامي علينا من عاقب ذا هامكم علينا تعود عندنا وزارة الصحة وعلينا تعود قادة تراقبنا الصحية. احنا ما قدت لا جبتوا لنا هون كوبا اللي تعاقدتوا معاهم نهار لا جبتوا معاهم امريكا وجبتوا معاهم اسبانيا وجبتوا معاهم فنزويلا وجبتوا هون ما يقدروا يداونا بيلي احنا السامنة شاربة من السم ينباع فينا لا السم ناكلوا السم ونتنفسوا السم ونتداووا بالسم معناها على انه ما يقدر يصح والطبيب قاع الى شخص لك الروايه وعطاك اوردونانس ومشيت انت وشريتها من واحد من اللي فارماسي وشريت السم بلا معنى. فهم لطف مولانا قطعا هو اللي حامي ياسر من الناس وفهمش من الناس الحمد لله قليل مرضه قليل معاينة الطبيب يا غير لا عم هو هذا
الأعم هو ذا. إحنا بؤراء للأسف الشديد، بؤراء للفساد والإفساد. الوزير فينا لن يعين، تم مسيكين مولانا وتم ما هو سبه، لن يعين يعود عاد كأنه ذاك لا واحد آخر ما هو، والقطيعة مع الشعب تخلق يوم تعيين يوفق. مات لبسك كارد ملف يتحرى لا ذاك اللي يجيبوا له معاون نوم لي كوميسيون، شي ثاني ما هو مهم، ولا يخرس تاقط ولا يخرس الوايس ولا شيء. هذا للاسف الشديد هو اللي هو اللي هو اللي, هو اللي عايشه في عايشه في موريتانيا. وانا بعد ما كنت شاك يكون عندنا، يلا ثنين نهضوا بروسنا. دولة عندها من المقدرات الاقتصادية هائلة، وتتقلب على 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 انهار من الغاز وانهار وكدم من الذهب ومن النحاس ومن الحديد ومن السمك، وشمامه وحدها معيشتها تقد تعيش موريتانيا كاملة، والثروة الحيوانية وحدها معيشتها. عطيتكم نهار مثال بهولندا عندها 7000 بقرة معيشة العالم كامل، عالم كامل معيشته، وميزانيتها معدلة لا من البل بقر، والمواد الأولية المعدلة من البقر. نحن هون عندنا 7 ملايين بقرة، ونشرب لبن هولاند، ونشرب لبن إسباني، ونشرب كل شيء، واللبن قادم. وعندنا 2 مليون راس من الغنم، والله قاع 16 مليون راس من الغنم، وما هو مزين لش. اللحوم اللي عندنا ما لنا مستفيدين منها، السمك اللي عندنا ما لنا مستفيدين منه، الحديد والذهب اللي عندنا ما لنا مستفيدين منهم، وتجارنا يجيبوا لنا اللي السم ويبيعوه لنا. احنا هذا احنا ندوروا انجازات الدوله الكبيره اللي ندوروا عند رئيس الجمهوريه عدل، وعلى انه يحمي المواطن من التاجر. هذه هي اكبر فائده قد يقدم اليوم محمد الشيخ الغزواني للشعب الموريتاني، يعني انه يحمي المواطن من التاجر، يوقف التاجر عن تحده، يوقف التاجر عن تحده، ونعت للتاجر بعلن فهم دولة، وعلن فهم قانون، وعلن فهم مسائل ان حد يجاوزها ما ينفع فيه شيء اسوء وشنو. هذا هو اللي قد يقد اليوم ينفعنا. الثاني كامل مدروك، الصحة هي اهم شيء، واحنا اليوم اللي ندوروا لا صحتنا، المراقبة على صحتنا، وصحتنا عدوها اللدود التاجر. العدو اللدود للشعب الموريتاني اليوم التاجر، لا تسمي راسك تاجر تصبح عدو للشعب الموريتاني، بكل اللي تدخل في زمرة التجار واللي تدخل في مراد التجار اللي ما هامهم على انهم يكون يربحوا. اسوء الطريقة شنو هي؟ لا بقاو يقتلوا الناس كاملة، لا بقاو يذبحوا الناس كاملة، المهم على انهم يربحوا. معناها علنا الأول ندور من الدولة الموريتانية ومن النظام الحالي يحمينا من هذا التجار اللي شنوا حرب لا هوادة فيها على الشعب الموريتاني، وما بين يوقفوه، ما بين يوقفوا الحرب. حرب معات معلنة للي عدل اللي بي ار مهرجان يجيبوا له الملايين ويعطوها له، كل واحد منهم يجيب 50 مليون ولا 100 مليون والله 200 مليون، ويلكي على قفاه ويجيب السم، لا يجد حد يسمي، لا يجد حد يوقفه، لا يجد حد يشوف طريقه. المهم على انه هو عاطي شاري ذمة الدولة بسم الفضل، عاطيه وحامي راسه بيها، وعنده رشاش يخبط به الشعب الموريتاني. هذا التجار وقفوهم عند حدهم، ما حدكم ما وقفتهم عند حدهم، الشعب الموريتاني ليهلك، ليهلك. هذا الشباب نضيعوا ذا، نضيعوا المواد الفاسدة، وعاد الواحد تم 20 يزقن ويطيح ويموت، قابلته أزمة قلبية والله، تدمروا كلاه ويعود فيه القولون ويعود فيه كذا، هذا كامل الأمراض سبتهم انتشار، ويا الدولة تفهم معناها. ولخص بعلن أعداء الشعب الموريتاني اليوم الثلاثة: الشرائحيين اللي رافدين
مباشرة ببعض القضايا، مثل أمثلتهم اليوم الوالي الواضحة السعداني وبيران، وراهم هاو الاثنين سبة نعود مركز عليهم بأنهم عندهم إضرار خارجي، وبه اللي أنا من نفسي نعرف إضراره، وبه اللي السعداني نعرف ذاك الراجل صاحبي أنا اللي تكلم لها في تلفون حاج لها وقال لها بعد أنه حاميها مرقبوا على أن هاو الناس اللي هون دور يحاكموا لهم مرقبوا، هو صاحبي أنا وصفيفيط، وفات باعها دور عود لإدارة اليمن. آه فات كلامه معاها دور عود باعها لإدارة اليمن، قال هي دور يشد عليها. واصحاب اصحاب اصحاب اللي فهم اللي عادوا ينطردوا من اوروبا بعد ما ما ما, ما اداوا مهامهم في اشعال فتنه فتيل في موريتانيا، كيف اصحاب بيلان حسن اب اللي راه هو واللي يمثل ايرافهم، واحد فيه لاعب العلماء وتسفيه اخلاق ومضامين المنظومه الاخلاقيه للشعب الموريتاني. هل أعداء الشعب الموريتاني وانتهازيين واحلين فيها لا محاولة المتاجرة في من القضايا اللي ما يارت الدولة، ولين قال رئيس الجمهورية وخاو قال أن الدولة خارقة وأنها اللي تنصف الناس، يارت الدولة تنصف الناس، تنصف الشرائح وتنصف الناس كاملة غير تنصفهم الدولة، تقبل لهم الدولة حقهم، وأي حد هو من هو همه أعلن ويستغلهم يارتهم اللي يحاكم. ها الناس اللي يستغلوا بلام وهذا السعدان يالتهم يحاكموا، مزادهم اللي مستغلين الشرائح وهامهم ياكلوا على ظهورتهم، ويالتهم يحاكموا يالتهم يحاسبوا على حد يستغل النوع من القضايا، ما يالتهم يخلي كعبه صحاح ماشي لياك يتم يتاجر بقضايا الشعب الموريتاني ويفكك اللحمه الموريتانيه. والعدو الثالث هو التجار، هذا التجار الذي عندنا منهم اليوم عادوا لدود للشعب الموريتاني، ذا اللي عند اللي بيعنا اليوم كامل، وقلت كامل اللاسم ما هو الا الورقه وحده، جميع المعلبات اللي بيعنا اسم السم، وهذا الريستورانات اللي معدلين هون يبيعوا اللاسم، والطفل الموريتاني ما تلي قد يمشي ما تلي قد يتقدم، تنباع له دروك عند 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 فم في تنقر، وتنباع له عند الباتيق المواد السامه. انا بعد ابراهيم لا اتفق معك، انا حد كامل داير شعار شرائحيه ويحصل لفضل البرام، ما قد يكون الشك في وطنيته نهائيا، ما قد يكون الشك في وطنيته تو به اللي به اللي يمثل حد ما هو وطني. محمد يحيى انا بعد جي فيريفي ما فت عرفت ما فت جو سي با سيرتان، والعادة حق جريمة قضية لا ديريكتريس إلى عادة حق، أنا جبرت خيط والله ثاني ملود لمعلومات حقيقية ونتعود إن نجبرها قطعا ندور ننشرها لكم هون إلى عادة حقيقية، معناها أن هذا مخيف، معناها أن الدولة ما تات متحكمة في داراتها ولا تات متحكمة في شيء، يعود قد يعدل هذا النوع مازال في دارات، معناها على أن الدولة عاد فوضى وتوف لين يعود حد قد ينقز مرا على السب تاع شويب ينقزها على السب تاع الاخلاق شويب، والله ينقزها على اخلاق كذا، والله ينقزها باطقة على ظالمها، ان هذا ما هو انا نعرف على ان ذيك الساعة اواخر زمن معاوية خالقة قريبة لي، وها هو اللي عدلني ما نستغربها، خالقة قريبة لي كانت تشتغل في مشروع تابع الدولة وطلعت مع الصباح ساعة عقب انقلاب صالح ذا، وطلعت قايسة شغلتها تشتغل، وين طلعت لقى لها مديرها وقال لها انها تو خالتها ماشي، انه حد ما يبقي انها ولعمها معد الانقلاب، وحد ما يبقي معاوية ما يشتغل معاه وصاح. نعرف عنه الموريتاني كل شيء قد يقدروا عليه، كل شيء قد يقدروا عليه.
يقين نعرف انا بعد مولي ونشهد الحق والامانه بعلن يا له من نفسي ذاك الزمن في التلفزه كان مدير يسلم ولا ابن عبده. ونعرف على انه عيط لي ذيك الروايات ما نعاد زمن الشده ذيك. عيط لي في مكتبه وقال لي انا قال لي الجماعه هم ما نعرف ماني اخباري بيهم. نعرفك هلا انت ويخليك لي ان شاء الله لا يمس حد منهم ضر والله يشكي من شي والله يقل له شي ما جيتني وقلتها لي وانا هون لعونكم ولا تخافوا شي سوى واش هو وعدل لي ان جراتيفيكاسيون قال لي دور تعود ما تقدر تتحرك ولا تقدر كذا دير لو كاربيران وعرف على ان هذه لها ازمه وتفوت وعلى ان هذا ماشي انا قال لي صاحب الرئيس صاحب معاويه صاحبه يا غير ماني صاحبه ليش ما هو صاحب ها بعد نشهد انا به عليه السلام يا غير نشهد على ان خالدي وحدين اخرين صاعوا وحدين قرباين صاعوهم من مؤسساتهم على سبت على انهم لا من القبيله اللي منها صالح اللي معدل الانقلاب ونعرف على هالموريتاني كل شيء قد يعدلوا الاداره ما هي خارقه ولا هي صالحه ولا هي ولا هي, ولا هي موجوده وتوفوا لا يبقي حد واحد لا يعين مدير يشك ان هذا مال بوه والله والله هو ومفهوم الدولة ما هي ما هي عندهم توف وهذا يعطي من يعود خالي يلا رئيس الجمهورية والله الوزير اللي تابع له هذا الشخص يقيله مباشرة لعاد قاع ما هو اللي يحبسه بلي هذا ما يتواس هذا عار كبير وشنار ولا يتواس معناها على ان هذا يخلك حتى المهم على ان احنا اليوم نواجهه ان الدوله اليوم اللي عاد تامه اللي عاد رئيس الجمهوريه متبارك مع من الاصلاحات يعدلوا يعرف على ان الاصلاحات ما خلقت بها واقفين فيها وحدين متباركين معاها ما مخلينها تخلق وحدين يارتو محوز وتوف يارتو محوز عن طريق الاصلاح ما هم منه ايوا الوزراء مولي اللي اعطات لهم صلاحيات واسعه ولا قدوا يستغلوه ولا قد يعرفوا باسم الحال يطبقوا الصلاحيات يعطتهم يحوزون عرف عليهم لا اما عجز ما وقاد يعدل قصور والله مولي رقاش فاسد ما محينوا حد على شيء ما محينوا حد على شيء المهم على ان هذا النوع ما يعطوا يحكم بلد لا يعطوا تم حاكم بتوسمين خير في اللي يخلق مازال قال عنه اللي يخلق وراجين بعد انه يعود اللي يخلق بالطريقه اللي سمعنا بيها على انه اللي يخلق بيها وعلى الاصلاحات تخلق اصلاحات جذريه في موريتاني ونتخطاوا هذه الروايه يا غير راجين اول اصلاح يعدل هو مواجهه الدوله تواجه التجار مواجهه صريحه وعلنيه تواجههم بالقانون انا ما ندورهم يظلموهم لا ندورهم يقولوا لهم يعدلوا لهم شيء ما هو صالح وتوف سيدي محمد انا تكلمت عن المهرجان تكلمت عن ابعاد الاثنين تكلمت عن البعد اللي الحاشد على الاحزاب كامله الاحزاب عندها الحق في تحشد عندها الحق في تنعت قوتها السياسيه وعندها الحق في يا غير الين يعود للي قال عن الحزب اللي عد الانهارات انه بلا 700 مليون على ظهور التجار وهي اللي عدل بها هذا حسب اللي قالت لي مشاتي فاطمة فادي في الوكال لن يعود حد هذا خطير جدا معناها على التجار ليصبحوا عليكم الصبح يتنمروا عليكم وليزيدوا عليكم السعر وليزيدوكم في المواد الفاسده وهذا هذا هذا هو اللي خايفين منه هذا هو اللي خطير وحنا خايفين منه خايفين لا يتنمروا علينا التجار ويصبحوا الصبح كلهم يعتبر هاي رشوه اعطاها للحزب والحزب اللي يضغط على الحكومه وعلى انها ما تعدل لهم شيء يا عباد الله نحن حربنا اليوم مع التجار ويالتنا كاملين نوقفوا موقف الرجل الواحد ضد هذا التجار اللي متباركين معاه يدمروا الشعب الموريتاني يدمروا النسيج الاجتماعي يدمروا البنى التحتيه يدمروا الانسان الموريتاني يدمروا بنيه الانسان من نفسه يبيعوا السموم للاطفال يبيعوها للرجال يبيعوها للنساء يبيعوها للشعب الموريتاني ككل ولا يالتنا يكون نوقفوا موقف الرجل الواحد ومواجهتهم لين يضاح للحكومه بعد انها عدوها الحقيقي
اللي ما 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 عليه تدرج دارج، واللي ما مخليه يتعدى الاصلاح والتسار. عندنا الطبقه اللي عندنا منهم اليوم طبقه فاسده، ما هي قاعده تصلح، لا قاعده يصلح من هالشيء، ولا هم اللي فهم فايده من معالجته. ما تقدر تعالج، ما تقدر تعالج الا اتوا بخلق جديد. اقبلنا طبقه من التجار جداد، وهذا الناس اصبحوا عليهم الصبح بعد قاع وباتي يقوم هذا الرزق وباتي هذا، وعرف درت جبرهم عندهم المواد الفاسده وعدلوا هي القاضيه. حكموا سمنوا الناس عن الشعب الموريتاني، خلاوه دمروا الشعب الموريتاني، هانوا الشعب الموريتاني. هذا ما يعطوا يضعف حد عنه، لا تضعف دوله عنها تواجه التجار. هذا التجار لعنه، ولا يامتهم حد، ما يامت يخليهم حد ماشيين على الهواء. اذا انا جيت في 44 مليت ولهنا هي الليله نوفي. هذا صحيح ابراهيم، هذا التجار اللي مقويهم، اللي هذا اللي كنت نقول قبيل، ذيك الاموال اللي يطو، واعلنوا جهدهم كامل النواب في البرلمان، مشاو استحوذوا على رقبة البرلمان وعاد تحت رحمته. وهذا هو اللي خطير، يا غير هذا لين يعود يقتضي يقلع حد عن البرلمان، يحلوا عنه ويحل التجار ويحوزهم، هذا بيدي الضرر عاد اكبر، ضرر عاد خطير جدا. الروايه عادت فيها على ان موريتاني ليه تنقرض، ليه تنقرض كامله بها التجار، يبيعوا لها شمن السم. اذا هذا باط، هو وللاسف الشديد اللي كنت الليله نختار ندردش معاكم فيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى لقاء آخر.